السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي جينا دي أي واي للأمل اليدوية. أعتذر عن الغيبة الطويلة، كانت لظروف صحية، ولكن اليوم رجعت لكم، رجعت بفيديو مهم خفيف ظريف، ولكن مختلف شي شوية على لو كارتوناج وداكشي اللي مولفة كنقدم لكم في القناة. الفيديو تاع اليوم عبارة عن فيديو دو ريسيكلاج. كان عندي فيه واحد الكرسي قديم، ما اون فيت ماشي قديم ولكن تكرفص شي شويه، دونك بغيت نعاودو نجددو. قلت علاش ما نشاركوش مع البنات. دونك هذا ما كان، دونك الا كنتو مستعدين يلا هو نبداو الفيديو. اذا الكرسي اللي قلت لكم غادي نشارك معكم الطريقه باش غادي نعاود نجددو، كما كتشوفوا هو هذا، هو نتاع الحديد، وعندي فيه هاد المشكل ديال هاد الضريبه، هادي كان تقشر دونك بقى هاد لو ديفو هذا. هو نورمالمون هاد الكرسي هذا انا كنخدم بيه هكا في لاتولي ديالي، ما كنديروش في لاكويزين، غير لاتولي نتاع اليوم غادي نصورو لكم في لاكويزين باسكو جي با سي دي سباس في لاتولي. دونك الكرسي كما كتشوفوا راه هو ساهل باش نزولو له داك البياس، باسكو فيه واحد لي فيس هنايا، ها هما كنتمنى يكونوا واضحين. دونك فيه هاد لي فيس هادو جوج، وهاد اللي تحت هكا وغادي نقلبو لكم. دونك حتى هو فيه دي فيس، فيه واحد هنا واحد هنا واحد هنا وواحد هنا. دونك اول حاجه اللي غادي نديرو هو اننا غادي نزولو هذوك الفيسات، ومن بعد غادي نعاودو هاد السمي كوير هذا. دونك بالنسبه للماتيريال اللي غادي نحتاجو، انا اختاريت هاد التوب هذا، تقريبا هو كيدير شي 100 درهم هكا المتر، انا خديت منو 120، باردون خديت منو متر ونص، حسبوا لي 100 درهم جوست باسكو كانت قدام عندهم. هو نورمالمون الثمن ديالو كيدير 100 درهم المتر. بالنسبه للادوات الاخرين غادي نحتاجو جورنال، غادي نفرشوه في المرحله ديال الصباغه غير باش ما يكرفش لنا الدنيا. غادي نحتاجو كيتور مقص، غنحتاجو تورنوفيس امريكان، غادي نحتاجو صباغه زيتيه، انا خديت هاد ميدي لايك كدير كيلو كيدير 35 درهم. غادي نحتاجو الدوليو او ليسونس، غادي نحتاجو غرافوز. غرافوز هو اللي يقدر يطرح لكم مشكل الا ما كانش عندكم ديجا الغرافوز. دونك بالنسبه لي هذا انا خديتو 100 درهم، وهاد العماره ديالو راها هي لامارك ديالها، كنظن انها باينه. هاد العماره كدير 12 درهم، 12 درهم، وراه فيها بزاف عاد، يعني غادي تخدموا بها اكثر من مره. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش ما غاديش يحتاجوا هذا، ممكن تشوفوا الدروغري تاخذوه من عنده اون اتوندون، اولا التابيسي لحداكم تاخذوا من عنده هاد لاكارفوز، هادي تخدموا بها. وغادي تحتاجوا اوسي واحد البانسو، نورمالمون انا كان عندي دي بانسو صغار من هادو، مي لقيتهم خسروا لي داكشي علاش عاود شريت بانسو واحد اخر. دونك اول حاجه كيما قلت لكم غادي نقلعوا هاد، سمحوا لي انا راه كنصور غير بالتليفون. دونك غادي نقلعوا هاد جوج ديال الاجزاء، ومن بعد غادي نديروا الصباغه ديال هاد الجزء هذا ديال الحديد. اذا اول حاجه غادي نبداو بها هو اننا غادي نزولو هادوك لي فيس فين مفيكسين الاجزاء اللي غادي نخدمو عليهم، خاصنا نزولوهم باش هكا نخدمو على راحتنا. من بعد راه غادي تشوفوا معايا في الفيديو، راه الطريقه سهله، خاص يكون عندكم غير تورنوفيس ميغيكا، ومن بعد راه الخدمه راه سهله. الاربعه اربعه اربعه ديال لي فيس في التحت وجوج في الفوق. البنات
سمحوا لي بعدا كنهضر غير بشويه حيت الجوج الليل هادي وانا خدامه. دونك من بعد ما زولنا هذيك الاجزاء اللي غادي نعاودوهم، كاينين هاد لي دو بيس عند لي كات بيس اون فيت، هادو نتاع فيجلين نتل تحت زولتهم. اون اتوندون غادي نصبغ ومن بعد غادي نركبهم هكا باش ما يتاثروش بالصباغه. دونك نوجد الصباغه ونرجعو. انا كنت في الاول بغيت ندير الصباغه هنا ومن بعد كنخلط نخففها بالدوليو ومن بعد عاد نصبغ، ولكن عن تجربه كنت ديجا صبغت شي حوايج ديال الحديد ملي كنخلطهم بالدوليو كنضطر انني ندير فيهم دوكوش. دونك هكا اختاريت باش نخدم بالصباغه ديريكتومون بلا ما نخففها بالدوليو. دونك هادي خصني نخلطها مازال مزيان. Je vais chercher un truc en argent. Voilà, ok, je vais mettre le temps. Attention, parce qu'il y a des rappels. Des rappels, si je donne ma quête. Il a mis sa place, quand le confit, je vais aller chez Brit Hayed. حاولوا باش ديك الكوش الاولى تكون مساويه، حيت الا درتو الكوش الثانيه وكانت ديك الكوش الاولى فيها جهه عامره وجهه خاويه غاديش تجي مزيانه في المنظر وغادي يبان بانه هكا مصبوغ. دونك هنا عندنا الصراحه عندنا الغرض غير بالاجزاء هكايا اللي على برا، هذه الداخل ما كتهمناش. غير هو الا كنا غادي نديرو شي خدمه اللهم نديرو خدمة هكا مسخونة. بالنسبة لهاد الكراسة أنا صراحة ما عرفتش شحال كيديرو في الثمن، غير هو أنا غير جوست قبيلة كنت لقيت واحد بحال وصغير عند مول الوالي وسولتو قالي كيدير شي 250 درهم 250 درهم غير صغيور، يعني مش تاخد هذا. مي هذا بصراحة ما كنتش عقلت على الثمن ديالو. هاد الجيله هنا ربما كتبان لكم ها هي، ما بقاش ضربت مع التعيش ما بغاش تحيد ليا، ما بغيتش حتى الاخر وغادي نقيها في اليوم. نتمنى ان التصوير يكون واضح واخا راني كنصور بالليل وكنصور غير بالتليفونات بنات، يعني راه ما عندي لا كاميرا لا والو، كنصور لكم غير بالتليفون. هو الفكره انا صراحه ما كنتش بغيت نحطها فيديو في القناه، ولكن قلت علاش اللي ما نشاركهاش مع البنات هكا يستافدوا الا عندهم شي كراسه بحال هذا الشكل، ربما يصادف ان يكون عندهم كريسيات هكا بحال هذا الشكل وكيبان لهم الديكور ديالهم عادي ويبغيو يجددوهم. دونك علاش ما نعطيهمش فكره، وكنتمنى ان فكره تعجبكم. دونك باش ما نطولش عليكم ما يجيكمش الفيديو طويل، وحتى انا باش ندير شغلي مزيان
غادي نخليكم نتلاقاو في الجزء الثاني باش نغلفوا دوك الاجزاء، ونخلي هذا ينشف شويه باش غدا عاد ندير ليه المونتاج. باي. ساليت الصباغه، خدات لي تقريبا شي نص ساعه ديال الوقت، وتلخت في يدي كاملين وشويه شعري وهذا. المهم غير باش نوريكم النتيجه النهائيه هي هذه، راني حاولت باش نغطي جميع الجوانب ديال الكرسي. هاد البلاصه هادي صبغتها واخا هي ما محتاجش الصبيغ، دونك كما كتشوفوا راه كملت تقريبا الاجزاء كلها، بقات لي هاد لابارتي هاد الصغيره هادي، دونك هادي ما غاديش نحكمها، غادي نخليها حتى وكان ينشف الكرسي وندير له المونتاج ونكملو كامل، عاد ديك الساعه غادي نزيد دوك لي روتوش. دونك غادي نشوف دابا شي استوش باش ننزل استوش باش ننزل الكرسي من فوق الطبله لتحت ونحطو باش ينشف. تنفكر كيفاش غندير تنزلو من فوق الطبله بلا ما نخلي ديطاش هكايا، ومن بعد غادي ندوز معكم المونتاج ديال لي بياس ديالو، لابياج ماشي مونتاج. لا بليز خاصني نحيد الصباغه هي الاولى، الحل ما خلطش بيه الصباغه ولكن غادي نغسل بيه يديه. اذا البنات من بعد ما اصبغت الكرسي راه تقريبا خليته 24 ساعه حتى نشوف، بقى لي داك الجزء التحتاني اللي قلت لكم ما وصلتوش حتى من بعد ونصبغو، مي لي ظروف خاصه تلاهيت عليه تقريبا شي يومين دابا. المهم دابا بالنسبه للابياج ديال هذا الجزء هذا اللي قلنا غادي نغلفو، انا كما قلت لكم اختاريت داك الثوب هذا، نتوما ممكن تختاروا اي نوع ديال الثوب يعني على حسب شنو غادي يوالم لك البلاصه اللي غادي تحطو فيها داك الكريسي. كاينين بزاف ديال لي فابغي، كاين بزاف ديال النوع ديال الثواب، وبصراحه رخاص يعني ماشي مكياخدوش ما غاديش تحخليو فيهم بزاف الفلوس، يعني اغلبيه غادي تجيبو امتر راه كيدير تقريبا 30، ما بين 20 و 30 درهم، غادي حاجتكم نتوما غير في نص متر، يعني كاين بزاف بحال هذا. غير هو انا اختاريت هذا اللون هذا لان غادي يجيني موالم مع البلاصه فين غادي نحط الكرسي، بس كما قلت لكم كنحطو انا في لاتولي، دونك هاد لو فابريك هذا غادي يجيني مزيان. حاجه واحده اخرى اللي ما كنتش قلتها لكم هو هاد التوب ديال سكاي، ما قلتش لكم في الادوات اللي احتاجيتها غادي نحتاجو باش نغلف داك الجزء الاجزاء اللي تحتاني، لان كما شفتو هنايا ديجا هما مغلفينو من هنا، دونك فاش غادي نحيد هذا ضروري خصني نعوضو بواحد اخر. انا اختاريت الابيض باش يتماشى ليا مع اللون اللي اختاريت. دونك اول حاجه غادي تحطو داك التوب اللي عندكم، كتاخدو تقريبا قياسه صغير هكايا دونك باش ما يجيش شايط بزاف، انا مزال جو كوا غادي نقص منه لان بان ليا شويه كبير صافي. وقبل ما غادي نغلفو خصنا نحيدو هاد الغلاف اللي كان ديجا فيه القديم، هذا غادي نحيدو وغادي نحتفظ به باش ناخذ به القياسات او لي ميزور نتاع داك السكاي لو بلون اللي غادي نغلف به عاود باش ما يبقاش هاد لو ديفو هذا باين. دونك هذا هو غنحتفظ به بالجنب. ثاني حاجه غادي نحيد هذا، غادي نحيد هاد الغلاف القديم، غير هو غادي يعذبني شويه بوسك ما عنديش داك لاستوس باش داك الطريك باش كنحيدو هادو، قلبت عليه تعيت ما لقيتوش، لاتولي تاعي كله مرون كنصايب فيه دونك قلبت عليه تعيت ما لقيتوش. دونك باش ما ناخذ لكمش بزاف ديال الوقت غادي نقطع الفيديو حتى نحيد هاد الغلاف ونحيد هاد داك غاف القدام، ونتلاقاو ديك الساعه باش نشوفو كيفاش غادي نغلف. دونك ها هو حيدت له هذيك السمي كبير اللي كان فيها قديم، لي زاكغاف حيت غير هاد الدخلانيين هادو صراحة عجزت باش نحيدهم، وهاد ليبونج هذا اللي كان فيه
هو صراحة باقي مزيان، وانا ديجا كنت عوالة باش ندير نعاود واحد البونج واحد اخر، مي بصراحة ما عنديش هذا الرقيق هذا، دونك قلت بويسك هذا الفابريك هذا راه هو شوية عالي، دونك ما غاديش نحتاج عاود ندير له واحد البونج واحد اخر. دونك غادي نشوف غير واش القياسات هما هادوك. وبالنسبة لهاد الجوانب هادو غادي نقص منهم شي شوية هكا، وصافي دابا غادي ندوزو باش نستنو لاكاك. اول حاجه هكا كل جهه كنقطوها بالنصف، يا ربي ما نضرب ايدي ولا ندير شي فضيحه، انا راه نجي نصور شي فيديو كندير شي فضيحه. لا لا ما ضربتش يدي اليوم. وبنفس الطريقه غادي نخدموا هذا الجزء هذا. دابا غادي نبداو نخدمو شويه بشويه، في الاول غادي نخدمو شويه متباعدين، حتى من بعد غادي نقربهم. ديال لا بارتي فين كتخدموا بلا كانف راه ساهله، كيما هو اذا كانت اول مره وفاتو الكونسيون لي يديكم لا تمشي لكسكو يديكم حتى هما. وصافي دابا كيمشيو ديك لي بارتي هكا لي بقاو لينا خاوين هما. من العملية راها تقريبا سهلة، غادي نشوف مع هاد الجنيبات هادو. كنسى شي مرة راني كنسو، خليت لكم غير هاد الموسيقى ديال الكرافوز، وأنا متأكدة أنها تسبب لكم الإزعاج. أنا بصراحة الصوت ديالها مزعج. سي بون، سي بون، ها حنا كملنا. تنتمنى انه يكون واضح لكم.
فوالا. دونك غادي نمشيو نصايبو هذاك السكاي. دونك بعد ما سالينا غادي ناخذ هذاك الجزء اللي حيدنا وغادي نفرشو لو فابريك اللي بغينا نديرو في التحت. انا درت هذا السكاي هذا عندنا، غادي تفرشوه على الوجه ديالو. من بعد غادي تاخذو تقريبا نفس القياسات. انا فاش جيت ندير القياسات لقيت بان هاد لابارتي هادي خاصها تكون شويه كبر من القياس الاخر اللي خديت. دونك كومسا غادي نفراسي. وغادي نقطعو. انا مستعملتش المسطرة، درت داكشي غير تقريبي. اسبيرون يجي داكشي يبان عليك. نسيت هذا الجزء هذا. وهذاك ديما فاش بغيت ديرو لا كغف كتصبغو هذيك الجزء، هاد الاجزاء الوسطانية كلها بارتي، باش هكا يجيكم سيميتريك ما يجيكمش عوج من شي بلاصه. سي بون، وغادي تكملو هكا. غنحاولو باش يكونو هادوك الطريبات ديال لي زاكراف لي غادي ديرو يكونو سيميتريك. كنظن راه ما واضحش ليكم، مي غادي نقرب الكاميرا هكا. تليفون اون فيت، مي انا ما عنديش كاميرا نقولكم ديما، انا كنصورلكم غير بالتليفون. المهم كنتمنى يكون واضح. من بعد غادي نصور لكم داكشي عن قرب باش تشوفوا لي ديتاي. هو باش ما نكذبش عليكم راه ماشي شي فينيسيون ديال التابيسيي ولا، المهم دي بارتي وصافي. يعني اوليو باش الا كان عندكم هكا شي حاجه قديمه وطلعت لكم فراسكو وما كاينينش الامكانيات مثلا باش تعوضوها وتشريو حاجه جديده، بوكو با منها كتشغلوا وقتكم ومنها و فيت كيكي شوز لو بيان للدار ديالكم و فات كيطلع داكشي رخيص الى عاود حسن ملي تمشيو تشريو من جديد. وهاد الكرافز هذا شحال مزعج، واحد
الدرجه ما تخيلوهاش. انا راه بديت هذا الفيديو راه صافي دابا 4 جوج، وكل مره كنقول غادي نصور لكم الكماله، مي ما كنساليش باش نصور حتى الليل. دونك ملي كنبغي نصور في الليل كنبدا كنخمم هذا الكرافوز، هذا الصوص ديالو مزعج. ما بقاش بزاف، استحملوني غير هاد الدقيقة اللي بقات. وبصراحة ما غاديش تستحملوني غير هاد الدقيقة اللي بقات، لان مازال فيديوهات اخرين كتير غادي نخدم بيهم بعد الكافيت. بون البنات، ها هي الريزلت، كنتمنى انها تكون واضحه. دابا البنات راه ساليت كلشي تقريبا، هذا كيما قلت لكم راه غادي نوريكم باش تشوفوا لي ديتاي، ها هو كيفاش جا. دونك ديجا با مال، والوجه ديالو هو هذا. بالنسبه لهذا الجزء رانا صورته بلا ما رانا خدمتو بلا ما نصورو لكم، غير جوست بوغ غاني دو طون، ما نعاودش نطول عليكم، يعني لا ميثود راه باينه، لو برينسيپ عفوا لو برينسيپ راه باين، يعني بنفس الطريقه اللي صورنا بها، اللي خدمنا بها الجزء السفلي. غير هو هنايا غادي تقولوا لي البنات اللي غيسولوني علاش ما درتش داك سمي كبير، باسكو هاد لا بارتي ديجا غادي تكون كولي سميتو الكرسي، دونك سي با لا بين باش ندير لها هنايا داك لو سكاي. دونك بقاش اخر مرحله هي لو مونتاج. دونك غادي نرد هذوك الاجزاء كما قلت لكم، كما شفتوا في الاول فاش حيتهم، يعني بنفس الطريقه غادي نردهم، غير هكا باش ما نطولش الفيديو غادي نردهم لبلاصتهم ونفيكسيهم بالفيس، ومن بعد غادي نوريكم النتيجه. هذا هو الكرسي، راني ساليته واخا عذبني شويه في دوك الفيسات، مع ما خديتش لهم الحساب ديال دوك لي تخو فين غادي نلصق لي فيس. دونك هو هذا، راه هو حتى من لتحت كيجي مفيني، بقاو ليا واحد لي بتي بارتي في التحت، غادي نعاود نخليهم حتى نصبغهم من بعد ونركب لهم داك الرجيلات، باقي ما ركبتهمش. دونك هذه هي النتيجه النهائيه، كنتمنى انها تروقكم ويكون الفيديو خفيف على قلبكم. الى عجبكم بحال هاد لي فيديو، نبقى نحط لكم مره دي فيديو ديال الغوسيكلاج. سخفت دونك الفيديو ديالنا سالا، نتمنى انني نلقاكم في فيديو قادم باذن الله. اترككم في رعايه الله وحفظه، واضرب لكم موعدا جديدا. تحياتي.